أهلا ومرحبا بالجميع. اليوم الأحد 20 أكتوبر سنة 24. أنا آسف جدا، الأسبوع الماضي كان عندي سفر وكنت ما قدرتش إني أنا أعمل الفيديو لأني ما كنتش في البيت. آسف لهذا. مقطع اليوم هو احتمال يكون للكبار فقط، والسبب إنه إحنا هنتعرض لغزة وما يحدث في غزة من قتال ودمار، ودي حاجات يعني مؤلمة، فحاجة ترجع لك. مش هنتكلم عن رسول الله ومغامراته الجنسية. أوكي، مقطع اليوم هو الإسلام ومحنة غزة. واقع الأمر لما بنشوف المناظر والفيديوهات والدمار اللي حصل على غزة والآن بيحدث في لبنان، ما فيش إنسان يعني بيفرح لهذا الأمر. حتى يعني أنا يخيل لي إنه الشخص الإسرائيلي العادي في الشارع، يعني الشارع الإسرائيلي، هتلاقيهم يعني متألمين لعناء الإنسان الفلسطيني، وده شعور إنساني طبيعي جدا. يعني ما فيش حد بيتلذذ بأوجاع الآخر إلا لو كان مريض عقليا، يعني واحد مختل. فأنا بالنسبة لي موضوع غزة ده موضوع محسوم، موضوع فلسطين ده بالنسبة لي أنا هو موضوع محسوم، والناس كتير جدا ده موضوع محسوم. ايه هي فلسطين؟ فلسطين الاسم ده الدولة الرومانية لما كانت محتلة هذه البقعة اللي هي كانت تعتبر أرض العبرانيين آنذاك، أو الأرض الذي كان يقطنها معظم أهلها كانوا يهود، وكانت معروفة بإسرائيل لأن كانوا يعني أحفاد يعقوب الذي لقب باسم إسرائيل. ده الموقف التاريخي بتاع هذه المنطقة. وطبعا في حاجات مذكورة تاريخيا، وفي حاجات في التوراة اللي هو كتاب الدين اليهودي. أنا مش هتكلم عن كتاب الدين اليهودي لأنك ممكن تفبرك أي حاجة في كتاب وتقول كتاب دين، فأنا ماليش دخل بالتعاليم اليهودية الدينية، دي حاجة تخصهم، ماليش دخل بيها. ولكن تاريخيا كتير جدا من الناس يقول لك بالرغم من أن القرآن في الإسلام بيدلي بالأمر إنه اليهود ما كانوش معروفين باسم اليهود آنذاك، العبرانيين تركوا أرضهم اللي هي تعتبر أرض فلسطين لأنه كان في مجاعة، ونزحوا إلى مصر وعاشوا في مصر حوالي مدة 400 سنة. وبعد كده جه واحد اسمه موسى أخذهم ورجعهم إلى الأرض التي كانوا يعيشون فيها من قبل، ولكن لأنهم كانوا تركوها ففي ناس دخلت واحتلتها، أخذت الأرض دي، وكان لازم يجاهدوا ويكافحوا علشان يستردوها، واستردوها. يقال الكنعانيين أو المهم مش مشكلة مين اللي أخذها، ولكن قدروا إن هم يستردوها وعاشوا فيها. بعد كده كان فيه موضوع اللي هو بيسموه السبي البابلي، حصل لهم سبي، البابليين سبوهم لمدة 70 سنة، وبعدين رجعوا تاني
لكن لا، لم يعودوا كدفعة واحدة، أخذت منهم حوالي 140 سنة حتى أن عادوا جميعا. ودي كانت يعني 70 سنة سابيو، 140 سنة حتى أن عادوا وكونوا دولة جديدة، أخذ حوالي 210 سنة. المهم ده تاريخ المنطقة وتاريخ الدولة اليهودية أو العبرانية أو دولة إسرائيل، سميها كما تحب. إنه أهلها دول أهلها، لازم نعترف، لازم نعترف، لازم نعترف. قبل الإسلام وقبل المسيحية الناس دي كانت موجودة، ولازم نعترف، وإلا هنظل ندمر بعضنا البعض. لازم نعترف. المشكلة إنه في غموض في الفكر الإسلامي عن الموضوع ده، وبيضيف إليه رجال الدين أو المشايخ بالأحرى. أنا هقرأ لكم، وفي حاجات كتيرة بتدل على إنه الناس دي كانوا ساكنين في هذه المنطقة. خلينا إيه، هفتح لكم، أنا مجهز آيتين فقط، لكن ممكن أنت تدور وهتلاقي حاجات كتيرة جدا بتكلم في القرآن، في القرآن، اللي هم تجار الدين الإسلامي بيحرضوا على قتل الناس دي وإخراجهم من هذه الأرض اللي هي أصلا أرضهم. خلينا نشوف. عندنا في سورة المائدة 14: يا قوم ادخلوا الأرض، هنا خالق السماوات والأرض طبقا لكتاب القرآن اللي جابه مؤسس الفكر الإسلامي بيخاطب مين؟ بخاطب اليهود أو بنو إسرائيل. يا قوم، ها العبرانيين آنذاك، ادخلوا الأرض لا عفوا عفوا، دي بعد ما تركوا مصر، عفوا، فكانوا ما زالوا عبرانيين، أيوة ما زالوا العبرانيين، كويس. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. مين اللي كتب لهم الأرض دي؟ مش بودا، مش أنا، مش اليونايتد نيشن حتى، ها الله ده اللي انتوا مؤمنين بيه، ها هو اللي بيقول هنا. لو الكتاب ده صح، كتاب مؤسس الفكر الإسلامي ده صح، انت لازم تخضع للآية دي. لو مش عايز تخضع للآية دي معناته بتقول مؤسس الفكر اللي جاه من 1400 سنة ده كان نصاب، اختار لك واحدة أو التانية زي ما يقولوا هنا، you can't have it both ways، يعني مش ممكن تمشي في الطريقين، تاخد دي ودي. هو إما في إله وقال الكلام ده هو للناس دي، خد ادخلوا الأرض المقدسة دي اللي أنا وعدتكم بيها وتسمع الكلام ده وتمشي بحذافيره وتبطل تلوي لي الزجاجة، عنق الزجاجة، عشان تفتي وتقول لا الأرض دي أصبحت لناس تانية اللي هم دلوقتي أهل غزة. لا، يا تمشي على الدين يا تمشي على السياسة، مش الاتنين، كويس. في كتاب الدين اللي جابه مؤسس الفكر الإسلامي من 1400 سنة بيقول يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، لكم لليهود، للعبرانيين كتبها لكم، معرفش فين أي مكتب عقاري، لكن ده كتابك، بحسبك بكتابك، ها معرفش أي مكتب عقاري أو أي هيئة أممية أو مين سجل الموضوع ده من الله، معرفش، مش شغلي، ده كتابك. اوكي، الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا،
على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يعني اسمعوا الكلام، دي أرضكم اللي أنا وعدتكم بيها، وأنا بقول لكم أهو ادخلوها. مين بقى يعترض؟ هتعترض على كلام ربنا؟ بنكلمكم بنفس اللغة اللي انتوا بتعملوها. لما واحد يكون مش عاجبه حاجة يقول انت هتعترض على كلام ربنا؟ انت بقى اللي هتعترض على كلام ربنا، ده ربنا بتاعك اهو بيقول كده. واحدة تانية، خلي ما نشوف التانية دي. دي يا سيدي في سورة الإسراء، اوكي، الإسراء 104. وقلنا من بعده، من بعد ده اللي هو بعد فرعون، يعني فرعون مصر، لبني إسرائيل. لبني إسرائيل، مش بنو اليابان، مش بنو الصين، لبنو إسرائيل، مش لبنو فلسطين، لا، لبنو إسرائيل، اسكنوا الأرض التي جاء فيها وعد الله. في هنا دي حاجة عجيبة، يعني لأنه في زي شبه تنبؤ بأن هيحصل زي شتات لليهود في لحظة معينة من التاريخ، وفي لحظة معينة هيرجعوا إلى هذه الأرض. ده شيء عجيب، يعني يمكن في بعض، معرفش هل ده شيء موجود في الإنجيل ربما، ومؤسس الفكر الإسلامي نقله، ما عنديش فكرة. ولكن لو فيه رجل بتاع دين وعارف ايه دي حصلت ازاي بالظبط، لكن هنا في شبه يعني تنبيه بانه الناس دي حصلها زي شتات، وبعدين في لحظة معينة بيسموها اللي هي الأيام الأخيرة، الناس دي هتيجي راجعة تاني إلى هذه الأرض. وده مكتوب في سورة الإسراء 104، هحط لكم ده في صندوق الوصف. بتقول اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الله الآخرة جئنا بكم لفيفا، يعني هنجمعكم، هنلمكم تاني من بقاع الأرض من كل مكان، وهنبعتكم إلى هذه البقعة مرة أخرى. وأنا أتذكر، مش فاكر أي شيخ بالظبط، أعتقد كان العريفي، الشيخ العريفي، هو دلوقتي ما حدش عارف هو راح فين صراحة. المهم كويس إنه ما بيتكلمش، لأن كان بيتكلم بيدس. المهم خلينا من الله يعينه، كويس. بيقول ده كويس، لأنه في الأيام اللي هي يعني نهاية الزمان أو يوم القيامة أو سميه زي كما تحب، يجوا كلهم يتجمعوا في مكان واحد. عشان ايه بقى؟ ننزل عليهم نضربهم بقنبلة نووية او بحاجة مرة واحدة كده ونخلص منهم بقى، ونريح الدنيا ونريح ربنا كمان منهم اللي هو كان وعدهم بالارض دي. ده الفكر اللي جابه لنا مؤسس الفكر الاسلامي اللي دمر المنطقة. يعني للأسف الشديد جدا انه اهل غزة تشبعوا بسموم الذين يهتفون بهذه العبارات، بانه اليهود ملاعين، اسرائيل دولة غير شرعية، ده كل يعني تشبعوا بهذه السموم لدرجة انك خلاص ما تقدرش تتفاهم معاهم. ولانهم تشبعوا بهذا، يجي لك واحد زي يحيى السنوار، يجي لك واحد زي اسماعيل هنية، مشعل، كل العصابات دي، مشعل اسمه هنية السنوار، ده كان معروف بلقب الجزار، لان كانت مهمته انه يبحث، ولو تشكك في اي شخص فلسطيني له اي علاقة، لو بس شك بانه الشخص ده له علاقة ب جهات إسرائيلية، كان
بيعمل أشياء يعني إجرامية بشكل، كان بيسكب عليهم الزيت المغلي على رؤوسهم حتى يموتوا. ها كان بيقص بيقطع رقبتهم بالسطور، كان يعني مجرم مجرم. وبعدين هو أصله ماشي ورا مين؟ ما هو بيتقلد بمن؟ من ثم الأعين من خالفه؟ ثم لا ولا ثم نسيت والله، عفوا يا جماعة. سخن مسامير حديد وخزق بيها أعين الناس. صح، كانوا حرامية وسرقوا، أيوه. وبعد ما خزق عينيهم، ده اللص الكبير عليه الصلاة ومش عارف ايه، ده اللص الكبير، بعد ما عمل كده في أعينهم قطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في صحراء شبه الجزيرة العربية، اللي هي درجة الحرارة هناك يعني في الشمس قاتلة، دون أكل أو ماء حتى أن ماتوا عطشا. ده شخص سيكوباتي يعني مختل عقليا. فأنت لما تشوف واحد زي يحيى السنوار بيعمل كده، مين من هو قدوته؟ واحد أكتر منه جرما، أو يكاد كلاهما في نفس المستوى. هذه اللي جالنا من مؤسس الفكر ده، والشلة الموجودة دي بتتقمص شخصيته، بتجسد وجوده. لأنه أنت لما بتتحد مع فكر معين، لو أنت مثلا شخص بتاع موسيقى أو رسم أو مهندس، ويعني دماغك هي في الموضوع ده ليل نهار، سواء الموسيقى، رسم، هندسة، طب، حتى لو بتكلم زوجتك أو زوجك بتكون متشبع بهذا الشيء، بيخرج دايما في حديثك. إذا في الفن تبص تلاقي بترد على زوجتك أو زوجك بنغمة موسيقية، لأن الشخص تشبع بالموسيقى أو تشبع بالرسم، فدايما يبحث عن أشياء جميلة يرسمها. أصبح هو والرسم وحدة واحدة. فأنت لما تتشبع بالأمور الإجرامية دي، بتصير أنت نفسك إجرام متحرك، بتجسد هذا الإجرام. فكل العصابات دي اللي بتردد هذه الأوبئة، الجراثيم التي جاءت لنا من 1400 سنة، ها بتطلع في كل نفس منهم. فما يجي لك واحد زي يحيى السنوار ده بيغلي زيت ويصب، يعني الفكرة ذاتها بيتلذذ بأنه يسمع صراخ رجال وبيصب زيت مغلي على رؤوسهم حتى أن يموتوا. يعني دي لو أنت إنسان عادي يجيلك كابوس في النوم، ما يعني تعمل لك خلل في ذهنك. أما ده كان مختل أصلا، إنك تعمل حاجة زي دي ده مختل، إنك تخزق أعين الناس ده شخص مختل. وبعدين تيجي تقول له لا، ده خير الخلق على خلق عظيم وخلق زبالة. المهم يعني عفوا، بس شيء مقزز. فلسطين أو هذه البقعة التي أطلق عليها الرومان إن هي اسمها فلسطين، كان عايش فيها اليهود حتى مجيء، حتى 2000 سنة عدت، اللي هو وقت مجيء السيد المسيح، كانوا عايشين هناك وكانت اسمها فلسطين.
صح، كان في بعض الناس عايشين مع اليهود في دولة إسرائيل آنذاك، ولكن كانت أرضهم ودولتهم. من 1400 سنة جالنا واحد في البداية بدأ يغزو القرى والمدن الصغيرة هنا وهناك حتى أن كون جيش قوي، وبعد ما مات الخليفة رقم 2 كان اسمه عمر بن الخطاب، هو أول من أرسل بجيوش كتير أوي، أقول لك عشان ينشر الإسلام، بيفتح ينشر الإسلام. لا، اللي راحوا الدول دي سواء مصر سواء شمال إفريقيا سواء فلسطين، ما كانش حتى في قرآن. القرآن اتجمع بعدين في وقت عثمان ابن عفان. دول كانوا جيوش رايحة كما فعل مؤسس الفكر بيغزو هذه الدولة، هذه المدينة أو هذه القرية. ليه؟ عندهم نسوان حلوة وعندهم أموال، ناخد الأموال وننكح النساء. صفية بنت حيي، جويرية، ريحانة، وما عتقش حتى اللي هي كانوا معاه زوجة ابنه بالتبني، لقاها حلوة قال لك هاتها. ما شافش مرة إلا قال لك عايز أعلم عليها، حتى الميتة ما عتقهاش. واحدة ميتة في القبر يقول لك عشان بس يا ربنا يخفف عليها الحساب، عايز يجرب كله حتى الميتة. فده كان حتى أن نعترف، حتى أن نعترف بأنه ده كان شخص وضيع ومختل عقليا، هنظل نتبعه ونتبعه بنرس وبنجسد الخلل العقلي الذي كان عنده. كويس؟ في دولتين تحرروا من هذا الغزو الذي غزاه بدأ عمر بن الخطاب. أول دولة تحررت من هذا الغزو كانت أسبانيا. العصابات دي وقدرت ان هي توصل شمال افريقيا، وصلت المغرب، وعبرت من الجانب الافريقي الى الجانب الاوروبي من الجبرالتا اللي هم بعد كده سموها مضيق جبل طارق، الجبرالتا ستريت، ودخلوا اسبانيا وسيطروا على اسبانيا. ولكن اسبانيا استطاعت ان هي ترد هذا الغباء وخلصوا منه. تاني دولة تحررت من هذا اسرائيل. اسرائيل ليست محتلة، كانت محتلة لحد سنة 1948 من بعض العصابات، تحررت اصبحت مرة تانية اسرائيل. وبسبب الغباء اللي انتوا بتعملوه بتحطوه في أدمغة الناس والجهاد ورسول الله والكلام الفاضي اللي انتوا بتعملوه ده، كل ما الناس هتتعذب واللي هيقتل واللي هيطبطر ساقه وزراعه ويصاب بعمى ويعيش تعيس باقي حياته بسبب الدمار اللي انتوا بتزرعوه في ادمغة الكذب اللي بتزرعوه في ادمغة هؤلاء الشباب السذج بيدفعوا الثمن هم. وهؤلاء اللي هم زي مشعل وهنية والناس دي عايشين في فيرست كلاس هوتيل، يعني عايشين ولا حياة درجة أولى، حياة درجة أولى. كويس؟ والعالم التعبانة في غزة في لبنان بيشحنوهم القتال في سبيل الله الرسول، وغلابة مساكين مفيش فكر، بيطلع يحط حزام ناسف ويدمر نفسه. ليه؟ لأن الرسول وقال الله وقال الرسول والشيخ عبد المش عارف إيه قال لنا كده. يلا للأسف.
نشكركم ونحب نسمع منكم.